نتعرف بيك؟ انا اسمي بولس، منسق الاعلامي لائتلاف اقباط ماسبيرو. عايزين نعرف انت نازل النهارده ليه التحرير؟ انا نازل التحرير لان انا مصري، مازال مصري يعني. انا كان حصل لي احداث في مجلس الوزراء واصبت اصابه جامده، وكانت اول شبكه سجلت معايا هي شبكه يقين، ولكن لما ربنا اداني الصحه تاني ورد لي صحتي فكان لازم انزل اشارك. يعني امبارح كنت مشارك امام ماسبيرو، والنهارده مشارك في التحرير باسم ائتلاف اقباط ماسبيرو عشان نكمل ثورتنا. ايه الاصابه اللي حصلت لك بالظبط في احداث مجلس الوزراء؟ هو احداث مجلس الوزراء كان الاصابه اني كان عندي فتحات في الراس وفتحه هنا، ده بضرب بالخرزانه على دماغي. طبعا مش انا بس، كان في ناس كتير قوي. مين اللي كان بيضرب؟ الجيش المصري الشريف، يعني هو معروف ان هو جيش مصري شريف جدا، ولكن بيحب يتوصى بولاده في اي مكان، يعني زي ما توصى بينا في امام ماسبيرو فلازم يتوصى بشباب التحرير امام مجلس الوزراء. ايه مطالب الائتلاف؟ هي مطالب الائتلاف ان احنا مشاركين كل المطالب الثورة، يعني منضمين الى الثورة، ده حاجة. الحاجة التانية ان اللي هو ائتلاف اقباط ماسبيرو هو كيان خرج من ماسبيرو، ولكن بيلعب دوره ان هو ازاي تبقى اقباط ولكن قبطي بمعنى المصري، عشان الناس تقدر توصل ان اقباط هو مصري وليس هو اقباط ان هو مسيحي. يعني هل انتم مع تسليم السلطة للمدنيين؟ طبعا يعني احنا محتاجين العسكر يسلم السلطة فوري، لان البلد بتنهار ولسه المخططات شغالة، ولسه يعني لسه في تخطيط في البلد جاي صعب قوي، ولكن المصريين كويس ان هم صحيوا وعرفوا ان ياما احنا اتكلمنا قلنا ان المجلس العسكري بيسلم السلطة الى التيارات الاسلامية المتشددة، وده حصل بالفعل. يعني انا يعني ما كنتش اتصور ان ده كان هيحصل، ولكن حصل بالفعل. اتفرجي على البرلمان هتلاقي كله طيارات، يعني ممكن تكون طيارات اسلامية وتجيب حقنا، ولا انت مش مع كده؟ انا ما عنديش مشكلة لو الطيارات الاسلامية هتجيب حقي كمواطن مصري، ما عنديش مشكلة ان انا انتخب حد طيار اسلامي سواء اخواني او سلفي، بس يجيب حقي كمواطن وليس يتكلم بالطريقة اللي هي طريقة. بعد جلستين من البرلمان ما لقيتش ان هم ممكن يكونوا هيجيبوا حقنا او حقك؟ لا طبعا، البرلمان انا كنت شايفه، سامحيني في الكلمة، شايفه بيتكلم على كله حاجات يعني تخص شرع الله وحاجات زي كده، فما كانوش مش حاسس ان هو بيلعب على بيكمل الثورة حقيقي ولا يجيب المطالب الحقيقية. عايزه انا عارف هيزعل ناس كتير، بس ده لو تخلى المجلس العسكري عن السلطه هيديها لمين؟ وانت طبعا ضد مجلس الشعب، فرايك هيديها لمين؟ بصي انا مش هقدر ارد على السؤال ده، يعني لاني يعني احنا الائتلاف ما بيلعبش سياسه، والائتلاف كيان مصري بيحاول ينزله للشارع بطريقه شريفه وتوصل انك انت تاخد حقك من هذا البلد. بشكرك جدا، وبشكرك جدا جدا على رغم اصابتك دي وان انت متواجد في التحرير عشان تكمل الثوره، وان شاء الله تحقق اهدافكم ومطالب الائتلاف. شكرا.